السلام عليكم احلى متابعين احلى قناه. ان شاء الله اليوم راح نشوفوا مع بعضنا كيفية تقطيع بقلاوه الجزائريه بطريقه يعني جميله. انا ما درتش طريقه كيفاش نخدموها، اليوتيوب معمر بالوصفات نتاع البقلاوات الناجحه، يعني ما كان له نزيد نقطه في بحر. راح نبداو على بركة الله. اولا واش راح نحتاجو؟ نحتاجو موس ومسطرة. انا واش راح نتحصل في الوسط؟ راح نتحصل على شكل نجمة. راح نبدا اول شيء راح نقسم البقلاوة نتاعي على ستة، على ستة ماشي على ثمانية، على ستة، يعني ندير خط مستقيم وندير اكس بهذه الطريقة. هكذا انا يعني نرسم الساعة باش ما نغلطش. بعدها راح نتحصل على نصفين، بعد ما ندير الخط هذا راح نتحصل على نصف هذا ونصف هذا. واش راح ندير؟ راح نقسم هذا المسافة، نصف قطر هذا نقسمه على ثلاثة هكذا وهكذا، ونفس الشيء من جهة المقابلة هكذا وهكذا. بعدها واش راح ندير؟ راح نربط هذا مع هذا وهذا مع هذا حتى نتحصل على علامة إكس. أنا هنا كبرتها شوية، هذا بيك تكون كامل قد بعضها. بسم الله هكذا. يعني عينك هي ميزانك، تحاولي ديري خطوطك متساوية. بعدها راح نتحصل على هذا الشكل. واش راح ندير؟ عندي هنا خطوط مستقيمة، راح نتبع كل خط مستقيم ونرسم قدامه. انا واش علاش سخيت اخترت المسطره؟ خاطر نحب الحجم نتاع البقلاوه نتاعي تكون يكون هذا اللي عندها هذا الحجم. راح نبدا نرسم هكذا قدام كل خط، راح نرسم خط مستقيم بهذه الطريقه. اوليك خط مستقيم نرسم قدامه، سا ديبون على حجم البقلاوه. انا درتها صغيره برك، قيسي قيس العائله نتاعي، عيلتي صغيرة هكذا. بالطريقة هكذا بنفس الطريقة، كل ما نلقى خط مستقيم ندير خطوط تساويه هكذا. بعدها واش راح ندير؟ راح ندير بشكل عكسي، معناها الخطوط هذه راح نعاود ندير ثاني نفس الشكل هكذا. يعني طريقه سهله، ما عليك غير ترسمي يبدأ تجينا الشكل تاعنا. يعني البازيو ديما على الخطوط الاولى اللي رسمناهم. نتاع الخط المستقيم والاكس اللي درناها ديما هما اللي نبازيو عليهم، نرسم خطوط متساويه الموازيه ليهم في كل في الاتجاهين هكذا وهكذا. راح نتحصلوا على هذا الشكل. انا راح نقصه، نعاود من الاحسن تشوفي كيفاش نقص. راح نبدا بسم الله بهذه الطريقه. انا وعلاش اخترت سكين موسى صغير باش ما يوسعليش البقلاوه نتاعي. راح نبدا بالخطوط نتاعي اللي رسمتهم اول مره هامليك، وراح نعاود نشرح لك هامليك خط مستقيم و اكس. حاولي برك العجينه ما تتبعكش. بعدها كيما قلنا كل خط من هذه الخطوط راح نرسمو له خط يوازيه منا ومنا هكذا. انا بقلاوتي صغيره، ميم با ما تديليش وقت كبير.
لي كملنا الجهه هذه واش راح ندير. راح ندير من جهه احنا درنا خطوط متساويه موازيه لهذا الخط منا، دركا راح نبداو الخطوط المتوازيه للخط منا. هاوليك انا رسمته خدمتي كامل واضحه. يعني تتحصلي على نجمة في الوسط. كاين الناس راح يقولوا لي نجمة سداسية، وعلاش النجمة السداسية خاصها غير باليهود؟ كامل عندنا حق نتمتعوا بهذا الشكل الجميل. هاولي البقلاوة نتاعي كملتها، يعني تحصلنا على نجمة في الوسط، يعني شكل جميل. أنا راح نرشقها باللوز ونعود نرجع لك. هنا راني رشقت اللوز تاعي، مازالوا لي هذو الحبة تاع النص باش تفهمي باللي تحصلت على شكل وردة ولا نجمة. ساديبون كل واحد كيفاش يشوفها. نكمل نرشق اللوزات. يعني واش فايدة اللوز كي ندخلوه؟ راح يحكم لنا الحبة تاعنا تاع البقلاوة، مش راح تتفتح كيما طيب بهذه الطريقة. يعني تقدري يعني تزيني البقلاوه نتاعك كيما تحبي. كاين اللي يدير لها كوكياج بالعجين، دي فلور، كاين اللي يزينها بالجوز، كاو كل واحد وامكانياته، كل واحد مقدوره، كل واحد وذوقه. انا بعد ما نكملها راح ندهنها بيا بالسمن. انا درتها بالسمن الكيلة نتاعي، يعني كيما كامل الجزائريين 4 كيلات كيلا سمن. انا ندير سمن، نديرش الزبده وما نديرش الزيت وما نديرش البيض. يعني 4 كيلات فرينه بكيلا سمن وشويه ملح. بالنسبه للحشو تاعي انا درت كاوكاو، تقدري ديري اللوز ولا الجوز كيما تحبي. درت له 3 ملاعق سكر، يعني انا درت حجم، يعني درت 2 صينيات هذا الحجم، ودرت الاكستري تاع الجوز وخلطته بمصهر، والبقلاوه ثاني خلطتها بمصهر وخدمتها بالماشينه تاع التوريق. هاوليك كانت هنتها مليح. هنايا شبعيها بيان بالسمن باش تطيب براحتها ما تحرقلكش. ملاحظه برك هنايا بالنسبه لهاد الاماكن اللي في الحاشيه، ماذا بيك تحكميهم، خاطر هما اللي راح يحكموا لك لاباز تاع البقلاوه تاعك، مش راح يخلوها تتنفخ من بلاصه وتقعد من بلاصه ماشي منفوخه. صدي بتعدلها لك. انا راح نوري لك النتيجه نتاع البقلاوه تاعي. انا كنت حضرت وحده من قبل، هاي لك، هاي لك البقلاوه تاعي، هاي لك الشكل. نتمنى انه تعجبكم. اللي يعجبو هذا الفيديو يشترك بالقناة ليصله كل جديد. ماذا بكم إذا عجبكم الفيديو جامل القناة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.